حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر. وعلى أرض مصر تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل مقوماتها في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030. وعلى رأس أولويات هذه السياسة تطوير النقل البحري والنقل النهري لما له من أهمية كبرى وقصوى في التأثير الإيجابي والطفرة الحقيقية الاقتصادية على العملية التجارية بين مصر ودول العالم الخارجي. قامت وزارة النقل بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، خاصة لما تتميز به مصر من 3000 كيلو متر من الشواطئ والمراكز الاستراتيجية، إلى جانب العمل على جذب الاستثمار حيث يتم التطوير وفقا لأحدث النظم العالمية حتى تصبح مصر فعلا مركزا عالميا للتجارة وللوجستيات. بيشرفنا في الاستوديو وهيكلمنا عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف مجدي، مسؤول ملف النقل والمواصلات. أهلا بك يا فندم معنا. كلمنا يا فندم عن هذا الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ومؤسسات الدولة ووزارة النقل بالتحديد في النهوض بالتطوير الحادث الآن والذي يجري الآن في موانئ مصر البحرية والنهرية أيضا. الحقيقة يعني في مشروعات طموحة جدا الدولة تبنتها من ساعة ما سيادة الرئيس تولى المسؤولية، وخلينا نركز في أول مشروع في قطاع النقل البحري، وده المشروع الوعيدة والقوية جدا، هو مشروع ازدواج قناة السويس. ازدواج قناة السويس ده من أبرز المشاريع اللي اتعملت على تاريخ مستوى تاريخ القناة كلها، 150 سنة تاريخ. ليه؟ لأن لما عملنا الازدواج دوت قضينا على كل المسارات البديلة الملاحية البديلة على مستوى العالم اللي هي ممكن تأثر على الملاحة في قناة السويس، اللي كان مخطط لها أنها تنافس المجرى الملاحي الرئيسي قناة السويس. بالضبط. عندنا دول معادية كانت بتخطط أن هي تربط ما بين البحر الأحمر للبحر المتوسط، علشان بدل ما السفن تعبر من عندك لا تلف وتدخل من عندهم وبعد كده تروح من عندهم لأوروبا. فازدواج القناة ده عمل ايه؟ خلى قناة السويس قضت على كل المخططات دي، ساهمت كمان ان الايرادات كنا بنتكلم في 5 مليار دولار بالكتير قوي. تصريح لسه الاسبوع اللي فات من رئيس الهيئة ان احنا يعني على بداية 24 هنوصل ل 10 مليار دولار، وده رقم محترم جدا. ساهمنا كمان في الموضوع ده لما اتعمل ان احنا زادت عدد السفن اللي بتعبر من قناة السويس، يعني بيعبر من عندنا من قناة السويس حوالي مليار طن بضايع سنويا، متوقع السنة اللي جاية ان هو يبقى مليار و200 مليون طن بضايع سنويا. احنا كمان مش كده، مش التطوير ما اقتصرش على كده، احنا التطوير كمان عندنا في ان احنا بنطور القطاع الجنوبي في القناة. طب ليه بنطور القطاع الجنوبي؟ احنا لما حصلت عندنا عطل في السفينة اللي هي ايفر جرين وتعطل المجرى شوية، لما تعطل المجرى بما نقول برب ضرة النافعة، العالم كله اكتشف اهمية المجرى بتاعنا، فالدولة قالت لك لا احنا لازم بقى نطور القطاع الجنوبي عشان لو حصلت اي حاجة عطلت مثلا من قافلة الشمال او الجنوب لا المسار التاني يكون عندنا شغال. فإذن الدولة بتضع خطة طموحة جدا ان هي تطور قطاع النقل البحري. قطاع النقل البحري من القطاعات الواعدة جدا اللي هي تقدر تقود سفينة التنمية الدولة بتحاول تسعى لها جيدا. طيب لو جينا نشوف خطة وزارة النقل، عندها خطة لغاية 2023 ضخ استثمارات حوالي 130 مليار جنيه. طيب لما أنا جاء أركز بقى في حديثي كله في البداية على تطوير سيناء، عندنا في سيناء بدأت مشروعات تنمية واعدة جدا تحصل في سيناء. عندنا ميناء شرق بورسعيد اتعملت فيه أرصفة جديدة بحوالي 5 كيلو متر، تم تعميق الغاطس بتاع السفن علشان يستوعب السفن اللي هي العملاقة اللي هي بتوصل ل 24 ألف حاوية دلوقتي، ودي من يعني من أكتر الحمولات على مستوى العالم.
فانت حضرتك بتطوري الميناء، بتوصلي من 18 ل 24 متر عشان تستوعبي هذه الحمولات. بعد ما طورنا ميناء شرق بورسعيد وعملنا فيها أرصفة جديد، دي كلها استثمارات جديدة بتبدأ تجذب استثمارات وخطوط ملاحية عالمية. وبالفعل الدولة تعاقدت مع أحد الخطوط الملاحية العالمية علشان يدير محطة جديدة في شرق بورسعيد. إدارة العمل المحطات زي كده بيخلق بيجذب استثمارات وبيوفر فرص عمل وبيخلق تنمية في الأماكن كلها. إذا كان بؤرة اهتمامنا دلوقتي سينا، فالدولة لا مخلية بالها من سينا. الدولة عملت تطوير في ميناء العريش، الدولة عملت تطوير في ميناء العين السخنة. ولو جيت اتكلمت على العين السخنة على وجه التحديد، العين السخنة ده يعتبر من أهم الموانئ على البحر المتوسط. الدولة عندها خطة دلوقتي ان هي هتعمل 18 كيلو متر أرصفة جديد. بالفعل الدولة تعاقدت مع احد الخطوط العالمية علشان يبدأ يدير ميناء جوه العين السخنة. استثمارات المشروع ده الواحد والاستثمارات اللي هيجذبها حوالي 600 مليون دولار. فاذا كل المشاريع دي مشاريع واعدة جدا، بنضخ استثمارات النهاردة وبيجينا خطوط ملاحية عالمية. يعني عندنا خطوط ملاحية عالمية من كل العالم، سواء من الدنمارك سواء من إيطاليا. بقى مصر بقت يعني بؤرة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل المشروعات التطوير. في الميناء في العين السخنة بنعمل أرصفة بطول 18 كيلو، بنعمل محطات حاويات، بنعمل كمان مشروع كمان هيربط، وده محور مهم قوي بردك علشان نضرب اي مسارات تقدر ان احنا تضرب عندنا قناة السويس. بدأنا نعمل محور لوجستي هيربط من بين ميناء العريش لغاية طابة. ده هيبقى عن طريق خط سكة حديد وهيعبر بير العبد رفح، هيوصل لحد الفردان. فهنربط كل شمال سيناء بشبكة سكة حديد، هتربط الموانئ في البحر الأحمر مع الموانئ في البحر المتوسط. فبكده انت بتعملي قناة سويس جديدة، بس قناة سويس مش بحرية، لا بحرية برية سككية، بحيث ان انت اي حد عايز يجيب اي بضائع في العين السخنة ممكن بعد كده تروح اسكندرية عن طريق الخط اللي احنا بنعمله، الخط اللوجستي. وعندنا كمان هنخرج شوية من النقل البحري، عندنا القطار اللي هو الكهرباء السريع اللي هو بيربط ما بين العالمين، العين السخنة اسكندرية لحد سفاجة وإنا. علشان تربطي كل الموانئ عندك على البحر الأحمر البحر المتوسط بشبكة سكة حديد. ولما نعمل كده إيه اللي هيحصل؟ هنقلل الضغط عندنا على شبكة الطرق. شبكة الطرق اللي هي بتعاني من الانهيار دلوقتي، بنحتاج لها حوالي 6 مليار جنيه علشان نعمل لها صيانة سنويا. لا، احنا هنبدأ ان احنا نعتمد على خطوط السكة الحديد. فبكده هنحقق حاجتين. اول حاجة هنحققها ان احنا نقلل الضغط على شبكة الطرق، بعد وغلاوة على كده هنزود حجم البضائع اللي بتنقل على السكة الحديد، فهنقلل تكاليف النقل. وكل ما قلل تكاليف النقل اللي هي بتمثل حوالي 25% من تكلفة البضائع النهائية، ده في النهاية ينعكس على المستهلك. طيب لو هنخرج تاني من السكة الحديد ونرجع للنقل البحري، هنرجع عندنا بنقول بنطور ميناء العين السخنة، بنطور ميناء اسكندرية، واحتفل سيادة الرئيس بمحطة متعددة الأغراض تم افتتاحها من حوالي شهرين في ميناء اسكندرية، بتتولاها دلوقتي أحد الخطوط العالمية من فرنسا، تساهم في أن أنت تزودي حجم البضائع اللي بيتم تداولها داخل ميناء اسكندرية. لأن ميناء اسكندرية بنستورد منه واردات، يعني بيجي عن الواردات اللي بتيجي من مصر 65% منها بتيجي عن طريق ميناء اسكندرية. فكان لازم يتم الاهتمام بميناء اسكندرية. فأنشأنا عندنا محطة متعددة الأغراض، بنعمل منطقة لوجستية على مساحة 365 متر، بنعمل منطقة تانية لتداول الأخشاب والبضائع العامة، بنعمل مشروع اسمه ميناء الاسكندرية الكبير، بحيث ان احنا نعمل عملية توسيع لكل الميناء.
بحيث ان احنا نزود حجم البضايع اللي عندنا. طيب الدولة دلوقتي بتعمل أرصفة جديدة بطول كام؟ بطول 35 كيلو متر. الأرصفة اللي هي بتعملها ديت بتزود عندك حجم البضائع اللي بيتم تداولها، بتزود عندك حجم الاستثمارات اللي بيتم جذبها. يعني الدولة تقدر تجذب استثمارات داخل المواني لا يقل عن 200 مليار جنيه لحد 2030. احنا مش بنجذب استثمارات، احنا كمان بنجذب خطوط عالمية. بمعنى، وانا عايز اذكر على وجه التحديد مينا دمياط. مينا دمياط انا كنت فاكر قوي كنا بروح له زيارات، كانت في مشاكل كتير والخطوط العالميه كلها بدات تهرب منه. الكلام ده قبل 2014، لكن اول ما بدا يتعمل عمليات تطوير وتعميق بدا مينا دمياط يحتل مركز مهم جدا على البحر المتوسط كله. بدات تسحبي خطوط ملاحية من ميناء بري في اليونان، بدأت تسحبي خطوط ملاحية من دول معادية ليكي، بدأ مينا دمياط. فإذن التطوير هو البداية الحقيقية لأي نجاح في التنمية وأي نجاح في جذب الاستثمارات. واتكلمنا لو عايزين نتكلم باستفاضة أكتر على مينا دمياط. مينا دمياط عندنا دلوقتي مشروعين واعدين جدا، واحد منهم اللي هو محطة حاويات تحيا مصر واحد، وفي محطة حاويات تحيا مصر 2. وزارة النقل تعاقدت مع أحد الخطوط العالمية من ألمانيا إن هي تيجي علشان تدير المحطة. بعيد عن استثمارات المحطة اللي الدولة هي اللي هتنشئها وهتعمل أرصفتها، هتكلم على الاستثمارات الخطة هيضخ حوالي 665 مليار دولار. الخط اللي هو الألماني ده هيدخل الاستثمارات دي في ايه؟ هيشتري معدات جديدة، هيبدأ يعمل بعض الانشاءات الفوقية، كل الكلام ده. فاذا انت لما بتعملي اي تطوير في المواني ده هو يعني القاطرة الحقيقية ان انت تجذبي بها استثمارات وتعملي بها تنمية. فعشان كده قطاع النقل البحر ده الدولة ادت له اهتمام كبير جدا. بس يا جماعة احنا برضك لازم نبقى مخلين بالنا ان الدولة مش بتعمل مشاريع منفصلة عن بعضها، هي بتعمل شبكة متكاملة في قطاع النقل. بمعنى انا هطور مواني عايز يخدم عليها شبكة سكة حديد، فعشان كده هنعمل اللي هو القطار المكهرب من مدينة 6 اكتوبر، ودي منطقة صناعية من العالمين، هتوصل لحد سفاجة، وبعد كده هتوصل من سفاجة هتوصل لحدود السودان عند أركين وكاستل، وبعد كده هتمتد من جوه السودان لغاية لما توصل لحوالي 7 أو 8 دول أفريقية. فإذا أنت بتعملي منظومة نقل متكاملة. طيب إحنا بنطور السكة الحديد، الدولة رصدلها 225 مليار جنيه للتطوير. بعد عمليات التطوير اللي في السكة الحديد هنبدأ نبص على شبكة الطرق. الدولة من 2014 لحد 2024 بتنشئ 7000 كيلو طرق جديد. بقت الشبكة عندنا، حجم الشبكة عندنا بدأ مكان 23000 كيلو بقت 30000 كيلو. الشبكة دي كلها، شبكة الطرق العملاقة دي كلها بتخدم على ايه؟ بتخدم عندنا على المناطق الصناعية الجديدة، المدن الجديدة اللي سيادة الرئيس قال عليها. فكل دي في الاخر بتصب ان احنا بنخلق شرايين تنميه تمتد على كل انحاء الجمهوريه. هتوقف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا عن منظومه النقل البحري والنهري على ارض مصر. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه، ولازال حوارنا ومع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي يوسف مجدي مسؤول ملف النقل والمواصلات، ولازال حوارنا عن منظومه النقل في مصر وتطوير الموانئ البريه والنهريه والبحريه ايضا. اهلا بك يا فندم معانا مره ثانيه. اتكلمنا عن ما تشهده موانئ مصر البحريه من تطوير، ولكن هناك ايضا تطوير اخر وموازي في المسارات النهريه، كلمنا عنها يا فندم. الحقيقه بردك النهر من الحاجات بردك اللي الدوله اهتمت بيها والقت ليها اهتمام كبير.
طيب الدولة لما جت تهتم بالمجرى النهري علشان تكون جاذبة للاستثمارات والقطاع الخاص، كانت لازم تعمل ايه؟ كان لازم تعمل عمليق تعميق للمسار النهري. بدأت تعمل مشروع من حوالي سنتين او ثلاثة اسمه الاي تي سي. الاي تي سي دوت معناها ان هو نظام التتبع في مجال النقل النهري، بمعنى ان كل السفن اللي بتعبر في المجرى بيتم تتبعها وتحديد مواقعها وتحديد المسارات النهرية بتاعتها. ده عمل ايه؟ لما عمل ده كله سهل في ان انت تبدأ تجذبي استثمارات لقطاع النقل النهري. بدأت شركات قطاع خاص تبدأ تيجي تهتم بعمليات نقل الركاب، وبالفعل بقى عندنا شركتين قطاع خاص بدأوا ينشئوا محطات ركاب جديدة على المجرى النهري. ميزة النهر ايه بقى؟ ان احنا لما نهتم بيه، لما ننقل فيه الركاب هنقلل الضغط على شبكة الطرق اللي هي متكدسة عندنا، وفي نفس الوقت هنحقق للراكب ميزة ان هو هيوصل لشغله بسرعة. يعني انا اعرف ان في ركاب اتفقوا مع الشركات دي ان هي تاخدهم مثلا من المعادي للتحرير او من التحرير للمعادي، بتاخد من التحرير للمعادي حوالي 20 دقيقة. ده لو انت خدتيه على الطرق طبعا بالوضع اللي احنا فيه ده تاخد وقت طويل قوي. فانت دلوقتي بتبدأ ان انت تسحبي الضغط من على شبكة الطرق توديها ناحية النقل النهري، بحيث ان الناس تبدأ تستخدم النهر. وبالفعل الشركات القطاع الخاص بدأت ان هي تشتري وحدات جديدة ومراكب جديدة بحيث ان هي تنقل بيها الناس بسرعة وتقلل الضغط على شبكة الطرق. فاذا كده احنا الدولة بتقود منظومة متكاملة في عمليات التطوير، هدفها في النهاية هو خدمة الراكب. ممكن يكون الدولة بتتحمل كوست عالي دلوقتي، لكن كل ده هيظهر بوادره ومعالمه الفترة اللي جاية. يعني خطة وزارة النقل في تطوير كل القطاعات ديت كام؟ وصلت لـ2 تريليون جنيه. الـ2 تريليون جنيه دي موزعة على كل قطاعات النقل، بحيث ان الدولة اي دولة علشان تعمل تنمية لازم تهتم بقطاع النقل على وجه التحديد. وبعد كده لان قطاع النقل ده لا هو اللي يخدم على المشاريع الصناعية اللي عندك والزراعية وكل الكلام ده. يعني الدولة مثلا لو خرجنا برا موضوع النقل النهري، لو هي بتعمل عمليات زراعة في توشكا مثلا علشان تنقلي مثلا لو بيزم زراعة قمح هناك، عشان تنقلي القمح دوت انت محتاجة طرق ممهدة ان انت تنقلي للمواني، او تجيبي بضايع من المواني او خامات توديها لمناطق الاصلاح الزراعي او المناطق اللي هي السكنيه اللي عندك. فاذا شبكه الطرق اللي احنا بتتعمل دي عشان تخدم على الكلام ده، علشان تخلي تجذب الاستثمارات. لما انا اروح دلوقتي اعمل مشاريع في العالمين الجديده، طب ما انا محتاج شبكه الطرق تخدم لي على المنطقه دي عشان تبقى منطقة سياحية واعدة، محتاج شبكة سكة حديد تخدم عليها، محتاج مواني نهرية ومواني بحرية كمان علشان لما يتم عمل أي مناطق صناعية هنا هاخدها وصدرها عن طريق المينا. طيب ده كله مع مشروع واعد جدا، وهو مشروع تطوير مجرى قناة السويس كلها، بحيث ان دلوقتي بنحاول او حولنا قناة السويس لمنطقة صناعية كبيرة جدا. كان لسه رئيس الهيئة بيقول ان هو جذب استثمارات حوالي 2 مليار دولار من احد الشركات الصينية عشان تعمل مشاريع هنا في مصر. فكل المشاريع اللي بتتعمل دي احنا محتاجين قطاع النقل قوي جدا يخدم عليهم. هتوقف مع حضرتك مرة تانية، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا عن منظومة النقل على أرض مصر. في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى عام 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023
18 ميناء بطول أرصفة 67 كيلو متر وبعمق 15 إلى 18 متر وبمساحة 75 كيلو متر مربع وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و 4.5 مليون حاوية ترانزيت و 2 مليون راكب و 20 ألف سفينة من السفن العملاقة سنوياً. وهناك عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في إطار خطة مصر 2030، حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 إلى 18 ميناء و100 كيلو متر أرصفة، وتم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2023. وبالنسبة إلى تطوير خدمات الركاب، تم مقارنة الوضع في عامي 2014 حتى 2023، إذ استقبلت الموانئ المصرية خلال 9 سنوات 7 مليون راكب، وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت، واختصاراً للوقت والإجراءات من 30 يوم إلى 30 دقيقة فقط، مؤكداً أنه يجرى حالياً تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية. لازال بيشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي يوسف مجدي، مسؤول ملف النقل والمواصلات. أهلا بك يا فندم معنا مرة تانية، واتكلمنا عن تاريخ الإنجازات والمشروعات التي تمت على أرض مصر في مجال النقل البري والبحري والنهري أيضا. كلمنا يا فندم عن مستقبل منظومة النقل على أرض مصر. تمام، يعني في عجالة كده لازم نلقي الضوء على أبرز المشاريع اللي احنا منتظر ان هي تشتغل خلال الفترة الجاية. اول حاجة خلال الشهر الجاي واللي بعديه بكتير عندنا 6 محطات مترو جديدة هتشتغل، هتوصل لحد محور رود الفرج وهتعدي على مبابة لحد جامعة القاهرة، فكده عندنا 6 محطات جداد هيضموا الخط التالي. فالخط التالي كده هيربط عندنا من عند المنصور لحد محور رود الفرج لحد جامعة القاهرة. حلو، عندنا كمان مشروع متوقع ان هو يعني على نهاية السنة دي او بداية الربع الاول من العام الجاري المقبل 2024 هيشتغل عندنا مشروع المونوريل. مشروع المونوريل ده من المشاريع الواعدة جدا اللي اول مرة تشتغل في مصر. ده هيربط عندنا من مدينة 6 اكتوبر لحد المهندسين ومنها لحد محطة الاستاد وصولا الى العاصمة الادارية. فكده احنا نربط ما بين شرق وغرب القاهرة. طيب، يتبع ذلك ان احنا كمان عندنا مشروع واعد جدا وهو مشروع القطار المكهرب اللي بيوصل من محطة عدلي منصور لحد العاصمة الادارية. في يعني مخطط ان هيتم اضافة جزء تاني لحد المنطقة الصناعية في 10 من رمضان. طيب، كل المنظومة دي، بس احنا كمان مش لازم نغفل عن حاجة، تطوير الموانئ البرية. يعني الناس بدأت تهتم او تسمع كلام عن معبر رفح وعلشان عبور المساعدات للجانب الفلسطيني. معبر رفح دوت هو ضمن حوالي 6 موانئ برية على الحدود مع الدول المجاورة. عندنا معبر رفح، طابة، في معابر كمان على حدود السودان عند أركين وكاستل. كل المعابر دي جرى تطويرها وضخ استثمارات فيها. عندنا كمان معبر على حدود عند السلوم، وكان احتفل سيادة الرئيس بيه بافتتاح مشاريع تطويره. مشاريع تطويره كلفة 2 مليار جنيه. كل المشاريع اللي على الحدود ديت هتخدم على حركة التجارة الخارجية ما بيننا وما بين الدول المجاورة. هتساعد كمان على تسهيل حركة الركاب وعبور الناس. يعني رفح دلوقتي كل الناس بتسمع عنها، لكن قبل ما الناس تسمع عنها كان ضمن المحاور أو الممرات البرية اللي تم تطويرها. يعني الدولة ضخت حوالي 100 مليون جنيه كاستثمارات لتطوير الموانئ البرية ديت لخدمة حركة التجارة والركاب ما بين مصر والدول المجاورة. بشكرك جدا كاتب الصحفي الأستاذ يوسف مجدي، مسؤول ملف النقل والمواصلات، شرفتني يا فندم. شكرا جدا. وغدا حلقة جديدة على أرض مصر.